الكارثه اللي وقعت البارح هنا بالليل اخويا هاد الدار هادي ما كنا نتوقعوش هاد الشيء هذا اللي وقع البارح بالليل. طاحت البارح بالليل هنا وماتوا فيها الناس، مات واحد المراه هي وراجلها، ومات واحد الدري سميتو سي محمد، حتى هو خدام مسكين هنا في الفرن خدامه على وليده، وهذا خويا مع ديك الشتا اللي كانت بالليل والناس تخلعوا وخرجوا هنايا مع الدار هادي، من سمعت واحد بحال شي زنزال طاح، بحال شي زنزال وقع هنايا، كاع عباد الله تخرجوا هنايا وبوليداتهم كيغوتوا، وجاو القوات المساعده هنايا وساعدوا عباد الله وخرجوا هذاك السيد هنا مسكين كله دمايات وداوه، وهذيك المراه حتى هي وراجلها مسكين حتى هما الله يرحمهم حتى هما راه داوهم، والله يجازيهم بخير، الله يجازي هاد الناس. وما كانش ديجا ما عمر سمعنا عليها السقوط، حيت حنا كان هنا في الران كنجيبوا الناس هنا الخبز الحوت كيطيبوا هنايا، ما عمرنا سمعنا شي على شي حاجه السقوط. وهذا الشيء اللي كاين اخويا. كيفاش كانوا دايرين؟ وهاد الناس اخويا كاين واحد السيد هو مرتو تما كانوا ساكنين في الفندق، كانوا كيطلبوا كيجيو يتقداو عندنا حتى هما هنايا عندنا في السويقه. وهاد السيد اخويا هاد السي محمد هذا كان خدام هنا في الفران. دريويش ناس ضعفاء، وواحد السيد مسكين حتى هو مسكين كان ساكن هنا هو امو مشى مسكين عيطات عليه امو مشى عند امو وما كتبش ليه الله سبحان الله عز وجل شو فين دار واحد الصدقه وصدقات ليه مسكين مشى عند امو بات تمايا لقاه منين جا لقى الصدمه صدم لقى هذا الشيء كيبقى كيشوف. اول مره كيوقع هادشي اول مره خويا هادشي ما بقيناش شفناه من 96 من ديك الفيضان ديال 96 ما بقيناش شفنا بحال هاد الكارثه هادي. هاد الفران انا ديجا كنت نتقدم منه، كناخذ منه ديما المحراش ديما المحراش، حيت حنا ولاد المنطقه عاملين في ضرب السلطان، وهاد الشيء اللي طاح ما سمعناش حتى اليوم في الصباح، حيت شويه بعاد عليهم حنا، وهاد الشيء المحراش الفران هذا راه من زمان من بكري كاع الناس ديال هاد الحومه وهاد السيكتور كله كيتسمى ما فين كيطيبوا الخبز ديال الزنقه من بكري، راه الناس تبارك الله هنا راه الناس باتوا وباقي الناس حيين، وهذا هذا السيكتور هذا راه كله معروف سيكتور قديم الحمد لله، عاشوا فيه ناس وماتوا فيه ناس، وهذا الفران هذا راه لا اله الا الله. انا كنجي ناخذ منه المحراش يوميا ديما بالنهار باش كنديروا كاسكروت وداك الشيء، ولا اخيرا تفاجئنا بهذه الدار هذه بان راه هبطت، وقال لك ماتوا فيها شي ناس الله يرحمهم، ومات فيها واحد السيد كيبات في الفران مسكين حتى هو، قال لك الله يرحمه. هو الشيء اللي تفاجئنا فيه، اللهم اغفر لنا ولهم وارحمهم. الناس اللي ساكنين هنا اللي ماتوا مش عارفهم؟ لا الناس اللي ساكنين صراحه ما تنعرفهمش، اللي ماتوا ما تنعرفهمش، انما هذا السيد اللي ماتوا هنا قال لك شي راجل ومراه كيباتوا تما. الشيء اللي واش يشوف كله ديال القدر ديال الله عز وجل، كون فيكون، احنا غاديين في الطريق نعرفوا اشنو واقع لنا واش غيتعرض لنا، ولكن هذا الشيء اللي وقع لهم حتى هما ساكن داك الشيء الاجل ديالهم اللي كتجي الساعه ديالك كتجي، ما كاينش اللي كيحبسها من غير الله عز وجل. والسلام عليكم ورا هذا الفران هذا. لا ما هادشي كاع ما عمرو وقع بحال هادشي صراحة تقال. ما عمرو وقع بحال هاد الريبان هادي الدار هادي اللي راه ما عمرو وقع. تتوقع كيوقع شي شقوق ولا شي حاجة راه كيتصلح داكشي عادي الحمد لله. راه منا حنا في ضرب السلطان وراه حنا ولاد ضرب السلطان وعايشين في ضرب السلطان، ملي كتوقع شي حاجة خفيفة راه الإنسان كيصلحها وكيقادها وعادي. ولكن بحال هاد تبارك الله هاد الدار هادي نزلت راه حتى دوك المياه ديال الشتاء اللي عطانا الله عز وجل. شي كله راه هو القدر ديالو، ولكن بعد ما ينزل الانسان القدر ديال الله ماشي ديالنا حنا، الله عز وجل عطانا المطر طلبنا المطر عطاه علينا، وهذا الشيء اللي وقع راه الاجل ديال دوك الناس، الاجل ديال هاد الدار حتى هي، الدار راه سنين وهي مبنيه راه اعوام وسنين، فهمتيني؟ وهادشي اللي قدر الله وصافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.